قصة سيدنا داود مع جالوت وطالوت. في تلك الحقبة من الزمن دار حديث بين بني إسرائيل والنبي الذي بعثه الله بعد موسى عليه السلام. طبعا بني إسرائيل كان عندهم شخص زي اللي يطلب الله والله ينفذ له كل شيء، أوكي؟ فكان زي المرسل بينهم وبين الله، فطلبوا منه أن يسأل الله بأن يختار ملكا يسيرون خلفه ويقاتلون في سبيل الله ويدفعون الظلم عن أنفسهم وبلادهم. فسألهم النبي: ماذا لو كتب عليكم القتل؟ هل حقا ستقاتلون وتوفون بعهدكم مع الله، أم أنكم ستفرون وتخونون عهدكم؟ لكنهم أصروا على أنهم سيوفون بعهدهم ويقاتلون. فسأل النبي ربه أن يبعث إليهم ملكا ليقاتلوا في سبيله عز وجل، فاستجاب الله لهم كما ورد في سورة البقرة قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لقد اختار الله طالوتا ليكون ذلك الملك الذي يقود القتال في سبيله.